مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا القصة ديال المرحومة إلام اللي تقتلات في هولندا من طرف الزوج ديالها اللي هو هولندي وعنده اسم مغربي قاسم. مشاهدينا الكرام بطلب من الأخت ديالها أنه تكلم معي في بعض النقط في الموضوع وكذلك الحضور ديال إيلياء وكذلك الحضور ديال إدريس. إدريس هو ولد إلهام تبارك الله تيكبر وصل 13 سنة، غادي نشوف معاه في الأخير مجموعة من النقط على حساب السن ديالو بطبيعة الحال. أختي قلتي لي قبل من التسجيل من الفيديو السابق اللي شتي وتبعوا معنا عدد كبير من المغاربة، قلتي لي العينين ديالي والعقل ديالي هو إدريس. قلتي لي أختي مشات وخلت لي الخير، تفضلي. بطبيعة الحال وإدريس راه حنا ملي شفناه راه فرحة كبيرة صراحة الله، صراحة يعني راه ما نقولش لك واحد الشعور غريب، لأن الدري ما شفناهش من عنده عام وست شهور، تبارك الله تتفاجأنا به وحدانا وما لقيناش كيفاش تنوصلوا ليه، يعني قريب. كيفاش حدانا؟ يعني كاين في المغرب، يعني كاين قريب لينا وما لقيناش الطرق كيفاش نوصلوا ليه، فين غنلقاوه؟ الحكم انا الدري قال لك كان كيديبلاصا بيا بزاف، كاش كيخليني في بلاصه وحده، حتى قبل ما يتعتقل به جلسوا قبل من المدرسه، كان باغي يرحل بلاصه اخرى، كان كيوجد على انه غيمشي لشي بلاصه اخرى. وصراحه يعني دريس راه ماشي إلهام، خلات لينا زعما واحد الشمعه ضوات علينا واحد شويه، الحمد لله تمن الام ديالي فرحات، كلشي كلشي العائله صراحه، خوالو خالتو خالو اللي في هولندا راه ما نكذبش لك راه كيتشوى من جهته. ايوا الحمد لله على كل حال، الحمد ربي ونشكره. السؤال اللي عندي هو دريس ملي خديتو عندكم ووصل 13 سنه، كيفاش تاقلم معاكم؟ كيفاش حسيتو بيه عاش وسط منكم؟ كيفاش عرف بانه نتوما كيشم ريحه الام ديالو فيكم؟ لان نتوما خوالو، انت وخالاتو كاين خوالو. كيفاش حسيتو بيه؟ واش نسجم معكم بسرعه شويه بشويه؟ كيفاش بسرعه؟ ما نقولش لك النهار اللي مشينا الدري بحال ما عرفتش شنو شاف، ديك الساعه كيضحك كتحسي بيه فرحان، الداخل ديالو فرحان، باغي يخرج باغي يهضر باغي يقول شي حاجه باغي، وملي جينا بحال كان عايش معانا، نسجم مع كلشي اللي جلس معاه كينسجم معاه. كيفاش كان كيعيش معاه هو باه؟ هو وياه، كيفاش كان كيعيش هو وياه؟ عملو مزيان؟ قال لك كان معايا مزيان، كان معايا مزيان. كيقريه مهتم بيا؟ كيقريه، قال لك مهتم بيا وكيقريني، هادشي اللي كاين. شكون اللي يسلم لكم إدريس؟ المؤسسة تاع الدولة يعني القانون اللي يسلموا لكم ولا كيفاش توصلتوا نتوما لدريس ملي تشد هو ملي تعتقل؟ ملي تعتقل هو عيطوا لي الشرطة لديك الفرقة الوطنية ديال الشرطة القضائية، اتصلوا بينا النهار اللي تعتقل به مع العشرة الليل اتصلوا بيا قالوا لي غتمشي تاخدي ولد اختك، راه الدري داز قدام القاضي وهذا راه باغي العائلة ديالو تجي تديه. مشينا جبناه بالحد، جبناه من عند الأخت اللي كتقول أنها هي اللي ربيته، جبناه من عندها، واخا هي ما بغاش تعطيه لينا، قالت لينا لا ما غتديوهش. اللي ربيته عندها علاقة مع بواه، كيفاش كانت كتعامل معاه هي مع إدريس؟ ما سولناهاش عليها. ما عمرو عاود لك إدريس؟ لا، ماشي بزاف، حنا عطينا هذيك الحرية دابايا، كيمشي عند هذا وكيجلس مع هذا ويلعب مع هاد ولاد أختي ولادي أنا، يعني ما عطيناش ديك ما بغيناش نضغطوا عليه دابا، قلنا نخليو الدري بعدا غير تيحس بالعائله، ما نقويوش عليه قوه الاسئله. السؤال الاخير اللي عندي معك وغنجي عند دريس، السؤال اللي عندي معك هو الاحساس ديالك ملي وصلتي عند الامن وغتاخذي دريس معك وانت كتصوري المرحومه إلهام؟ فرحانه هي دابا. لا انا واحد الحاجه غنقولها لك اخويا، انا ربما ربي حكم فيه دخل المغرب باش غنشوفو هاد الدري، كون بقى تما مكناش غنشوفو، ما كانش غيتواصل معانا، ما كانش غيشوفنا، ما كناش ما عندناش كيفاش غنوصلو ليه تما. غادي يعيش هولندي. هولندي، وهنا ربي حكم فيه، جا وجابو معاه، يعني كون جا وخلاه تما،
والله هذه زعما نعمه من عند الله، وكنشكر سيد ربي بزاف، زعما ربي كبير الحمد لله. انا غنشوف مع دابا امور اخرى بعيده على، لانه على حساب السن ديالو مشاهدينا الكرام تبعوا معايا. دريس 13 سنه، الشاب الجميل الوسيم، كدوي بالهولنديه شويه. قولي شي حاجه بالهولندي. هويو خاتت متياو. صافي ماشي بزاف، ما بحال هكذا دويتي معايا نفهم. دويت معاك بالهولندية تفهم؟ اه يعني باقي كتعرف شوية الهولندية. ماشي بزاف، ما كنتش كنقرا بزاف، يلا مؤخرا صافي. كنت كنقرا في بيسي، كيعطيني بيسي كنقرا تما وصافي. شنو المدينة اللي كنتي فيها في هولندا عاقل عليها؟ نعقل على العاصمة ديالها. و المدينة الصغيرة اللي كنتي كبرتي فيها وانت صغير ما تعقلش عليها، فيها الثلج، شنو سميتها؟ دار فزال واقيلا. شنو المدينة اللي عزيزة عليك في هولندا؟ تاهي دار فزال بوحديتها. دريس انا اللي غادي نقول لك هذاك، امور اخرى داك الشيء بعيد عليك انت وكبير عليك. غادي نقول لك ملي جيتي هنا دابا لعند العائله، كيفاش حسيتي بالجو هنا ديال 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 المغرب؟ انت عشتي في المغرب ولكن كنتي مع الاب شويه وما نظيفك كما كان الحال، هذاك موضوع ثاني تيخصو هو. كيفاش لقيتي خوالاتك؟ كيفاش لقيتي جداك؟ كيفاش حسيتي؟ فرحه، فرحت ملي جاو عندي وهكذا صافي، عرفت بلي نمشي عندهم صافي. تكمل القرايه هنا؟ ما نعرف، واقيلا الا مشيت لهولندا نكمل، ما مشيش نكمل هنايا. شنو بغيتي انت؟ بغيت تكمل في المغرب ولا بغيت تمشي عند خالك في هولندا؟ في هولندا نمشي عند خالي. بغيتي تعيش في هولندا؟ ونبقى نزور هنايا المغرب، نمشي عند عائلتي. فاش جينا عطله بحال هكذا نقول لي نبقاو نجيو لهنايا. غادي نرجع معاك، انا كندوي معاك وانت كتبكي. عجبك كلامه ياك؟ بزاف. يلا قولي لي. فرحني صراحة الله، وهذا الشيء اللي بغيت انا، بغيت هاد الدري ما يضيعش، هذا الشيء اللي بغيت. بغيت يعيش في بلادو تما كاينه، ويعيش في، هو باغي هولندا صراحة الله، يعني باغي يعيش تما. وخالو مستعد قال لك انه الا جا تما هو الوحيد قال لك يكون معاه. هو عنده جنسية هولندية وتزاد في هولندا. عنده جنسية هولندية، ما عندوش الباسبور ديالو حمار ماشي. وفرحني بزاف صراحة الله. شنقول لك، راه الشعور شي حاجة ما كتوصفش والله. سمعتي خالتك؟ قولي اللي بغيتي. ما عندي ما نقول، فرحة وصافي. فرحت. كنتي كتقرا انت في فاس؟ اه كنت كنقرا، وبعض المرات كنقطع وبعض المرات كنقرا. واش قريتي تما؟ فاس كنقرا عادي بحال الناس هكذا، باغي مستقبلي. كنت كنقرا تما من صغري هكذا، وعاودت واحد العام كنا نمشيو لهولندا وما مشيناش صافي. وكل مره كيتنقل بيا هكذا كيمشي. هذيك السيده اللي كبراتك كي كانت تتعامل معك؟ مزيان شويه؟ مزيان حتى مؤخرا دابا حاليا ولات كتعنتد شويه، كتكذب وهكذا وكتنكر شي حوايج. كتقول لك هي الام ديالك؟ اه. بعد انت عرفتي بلي ماشي الام ديالك؟ اه. كنت عارفها من شحال هادي، فاش كنت صغير، فاش كنت في عمري ديك شي 6 سنين 7 سنين بحال هكذا كنت عارفها. ما بغيتش نبين تدا 9 سنين وبا جا عندي وبقى كيعاود ليا كلشي. هو عاود لك الامور بانه راه ماشي هي الام ديالك؟ عاود ليا قال لي راه ماشي هي الام ديالك. وفاش دا 9 سنين بقى كيعاود ليا كيقول لي راه خرجات وهكذا وبالليل وما عرفناش فين مشات وصافي. هادشي كان كدوي لها، كدوي لها ماماك الله يرحمها ياك؟ لا ما بغيتش ندوي معاك حتى في هذاك الموضوع، انا دوي على اللي كبراتك. تعامل معاك مزيان؟ اه كانت كتعامل معايا مزيان، ولكن حاليا بحال هكذا ما بقاش كتعامل معايا مزيان صافي. كنمشي عندها الفاس ما كتبغيش تخرج عندي وهكا، وخدات لي حوايجي، خدات لي شي حوايج وباغي ندير بها استدعاء. كيفاش بغيتي دير بها استدعاء؟ فهمتش، بغيتي ديها؟ اه. علاش خدات لي حوايجي؟ باقي عندها حوايج كتابه؟ باقي عندها. شنو الجواب ديالك في هذا الموضوع؟ حقو هذاك ان هاد السيده، ولكن راه نتوما اللي كتقوموا بالواجب، وراه قاصر وانتوما اللي دمكم هو.
مشينا عندها حبيا مشينا عندها حبيا عيط ليها بثلاث بالليل بنهار وشد معاها الهضره حتى بالليل. قال لي راه انا غادي نجي غدا ناخذ الباسبور ديالي وتعطيني حوايجي وداكشي اللي بغاه هو. مشينا على اساس غنجيبو داكشي خصوصيات وحنا ما عرفناش اشنو اللي يعني عارف راسو مخلي حوايجو في الدار. هي كانت كتقول ليه لا راح حجزوا عليهم البوليس. انا ملي عيطت لهذا قال لك لا ما كاين لا حجز لا والو، سيروا خذوا الحوايج ديال الدري. انا مشيت بالامر ديال الفرقه الوطنيه ديال الشرطه القضائيه، مشيت بالامر ديالهم للفاس. ما دابا ملي مشينا السيده ما بغاش تستقبلنا، دازت من حدانا هي والراجل ديالها وولدها ونكرات. السيده هي مجوجه، مجوجه براجل قالت لك ملي طلقات من الاب ديالو تزوجت بهذا اللي معاها حاليا، وديجا كانت مزوجه براجل. قالت دابا الا جيت نحسب انا وياك متزوج بثلاثه في هولندا، الى ملي هي اختك الله يرحمها هي اربعه تزاد بالخامسه دابا وطلقها و 76 راه قلتي تزوج بها وطلقها. هاد السيده اللي ربات الولد هادشي اللي قلتي لها، هي كتقول انا راه كنت مرتو انا على حساب الهضره ديالها. ما انا ما عندكش الاكيد بانه كاين زواج شرعي؟ ما كاينش زواج شرعي، هادشي اللي كاين انا تنقول على حسب القول ديالها، ما نقولش انا شي حاجه اللي هي كانت هي قالت لنا بانك كانت الزوجه ديالو طلقات منه في 2019. انا ما نكذبش عليك ما بغيتش نبقى نقول تديك الام ديالو لان ما تستاهلش، كان باغي الدري يبقى غادي معاه بالعلاقه زوينه ولكن خسراتها هي. هي صراحه الطريق الا سمحتي لي باش كيدوي هو بواحد النضج عالي بواحد العامل نفسي مرتاح. كنشكرك كما كان الحال حيت انت الخاله وانت الدم ديالو. الله يوفقكم يا ربي والله يرحم المرحومه ادريس. كنتمنى لك مستقبل زاهر، شاب طموح، الله يوفقك والله عز وجل يحقق لك. نطلبوا ربي يحقق لك المتمنيه ديالك انك تكون صله الوصل مع الخالات ومع العائله الاصليه ديالك وكذلك مع الخال مشكور اللي هو في هولندا. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مجموعه من النقط في الموضوع درجناها مع ادريس ل 13 سنه والحمد لله، اللهم بارك له من النضج ما يكفي. كنتمنوا ليه مستقبل ظاهر. لا يمكن ان اخوض في حيثيات القضيه لانه طفل قاصر حتى لا يكون مجموعه من التاثيرات في الموضوع. الخاله كدير اللي عليها، بكات هو عينيها، الله عز وجل هو اللي كيعطي الاسباب والمسببات. بعد وفاه الام مكتاب الدريس يكون في ايادي امينه عند الخاله وعند الجده ديالو. مشاهدينا الكرام المعني في الموضوع هو معتقل فاس، والاخت تطلب مني انه توجه نداء قولي لي اللي بغيتي ملي تعتقل مؤخرا شنو النداء ديالك وانت تحكم 15 سنه في هولندا ومعتقل الان في المغرب؟ تفضلي. النداء ديالي المسؤولين انهم يزيدوا يحققوا في هذا الموضوع، لان كاين بزاف الالغاز اللي ما غيفك الا المسؤول هو اللي غيفك هذا اللغز. يعني السؤال واش هو غيتحكم في المغرب وغادي يكون القضاء ديال هولندا ينتقل للمغرب باش يتحاكم، ولا غادي يتم انه يرجع يردوه لهولندا ويتحاكم في هولندا؟ هذا هو السؤال. داكشي خويا حنا ما عرفناش، ما عرفناش واش القضاة غايجيو لهنا للمغرب او واش غيديوه او اللي يبقى هنا بين قوسين. اختي شكرا لك دريس، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام مجموعه من النقاط في الموضوع درجناها تعرك المواطن. شكرا لكم.